اهلا وسهلا. احيا علي. تفضل تفضل. لا انت طربان. حبيبي يا حبيبي. طربان. حياك الله حبيبي. نورتنا. ماذا يشعر الكهل والشاب وايضا الطفل والفنان حينما يحرم من دخول وطنه؟ حلبي يا نبع من العالم يمشي ببلادي اكتر دم اللي انسكى ببلادي. بيت الامنيات، بيت الاسرار. اسرار كثيره. أنا كل ما نويت أنسى ليك الذكرى ترجعني ترى للحين. أنا حبيك وأشوفك بين حين وحين. لك يمكن أول مرة رح أقولها. هاي كاميرتي أنا. نعم هاي كاميرتك. لك الفكرة أنه أحياناً تجبر في بعض المواقف أنك تغني حسب إرادة حدا تاني. بين قوسين تمرق. يعني الأعمال اللي ما جابت مشاهدات لك تتوقع أنها هي مش اختيارك تماماً؟ أحياناً 50% مش اختياري. أنت تتكلم عن فترة البرنامج أما بعد البرنامج؟ أنت سألتني عن فترة البرنامج. في البرنامج. طيب أنت اليوم طلعت وتخرجت من عرب آيدل وما شاء الله صيتك يعني ونجمك كان لامع جدا. الحمد لله. وقعت أكيد مع شركات أو ربما يمكن مع. لا بصراحة اللي عم بيصير أنه أنا عم عاني من هاي القصة أنه أنا إنتاج عم بيكون شخصي. ما قدرت أتوفق بشركة إنتاج من بعد عرب آيدل. نعم. كنت مع بلاتينو وبعدها تم فسخ الكونترا. نعم. مويل الصح يرضى عليك. والله صح. أوكي. بسرعة بسرعة. عروزنا عروزنا كل الهنا فيها يا ربي ناسمتها وترد الويلف ليا. لك إذا كنت مجنون بعد هالغنية صح. عبد الكريم. أوكي. بس يشوف صورة لحلب قديمة شوي. أوكي. شو بغني لها؟ يا من نوى يا من نوى عز وذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني وصلتني حتى ملكت حشاشتي. بلشنا نخفف من هاي الفوشة تبعنا. فوشتك انت. انا فوشتي لحالها مخففة. انا ماني مضطر فوش لاني ماني راكد ورا الشهرة. ما في حدا ما عنده اسرار مين ما كان يكون. ليش عم بتحسسني انه انا الوحيد اللي عندي اسرار؟ لانه انت الوحيد اللي اسرارك بنحكى فيها اكثر ما بنحكى عن انجازاتك. ولدعم انا سفير نوايا حسني مؤخر. ايوه. اوكي. أنا من واجبي كانت أول فعالية وأول مبادرة لي بالمنظمة كان يذكر لي بأكثر من بلد. قلت له لا أنا أهل بلدي أحق فيها. إجا حبك عالطاحون. إجا حبي عالطاحون. إجا حبي فوق الطاحون. بالآخر أنا حبي دائما واقف. كان فيني أنا المبلغ اللي نحط روح أعطيه لهالعيال كذا. بس لا ارتقيت شفت من وجهة نظري مع أكثر من حدا معي بالمنظمة أنه أنا أعمل شيء يستفادوا هن منه.